السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا ان شاء الله راح نبدا نشرح محاضرات العقاقير، فحنبدا هسه ان شاء الله باول محاضره دكتور ابراهيم هي الفايتوثيرابي. فهسه شنو الفايتوثيرابي؟ الفايتوثيرابي يا شبابنا من اسمه العلاج النباتي، يعني احنا راح نعالج الامراض هنا باستخدام الامراض، او مو شرط نعالج، ممكن احنا نسوي وقايه او نمنع المرض من حدوثه اصلا عن طريق استخدام النباتات او استخدام جزء من هذا النبات، او نسوي منه مستحضر صيدلاني من هذا النبات ونستعمله حتى نعالج به المرض هذا. زين، فهذا كتعريف طبعا بشكل عام الفايتوثيرابي هو هذا يقول هنا is the treatment and prevention of disease using plant parts and preparation made from them. يعني هو العلم اللي يدرس العلاج مالت المرض، او يدرس لي شنو الوقايه، ما الوقايه من هذا المرض. زين، باستعمال اجزاء نباتيه، اجزاء من النباتات، او ممكن نستعمل الهول بلانت، النبات كله. زين، او شو اسوي؟ اسوي لي مستحضر من هذا النبات، يعني شو اسوي؟ اكستراكشن. زين، اسوي اكستراكشن هذا النبات، اسحب منه الاكتيف كونستيتوينت واخليه بمستحضر صيدلاني واعطيه للبيشنت مالتي. زين زين، هاي النباتات اللي استعملها بالمجال الطبي شنو اسمها؟ اوكي، هاي النباتات اللي نستعملها بالعلاج النباتي او بالفايتوثيرابي نسميها يا اما ميديسينال بلانتس، يعني نباتات طبية، او هيربس. زين، اوكي، ان اسينشال فيتشر اوف فايتوثيرابي از ذات بلانتس اند بلانت بارتس ار يوزد از ميديسينالي فانكشنال هولز. طبعا دي يقول لك ان انا بالعلاج النباتي هاي النباتات اللي قاعد نستعملها والاجزاء مالتها لها هواي وظائف. زين، لها هواي وظائف، فلهذا يعتبر مالتن الدواء النباتي متكون من كومبلكس اوف كيميكال كومباوندز. اوكي، متكون من مجموعه من الكيميكال كومباوندز، واللي ام بي هو هواي كيميكال كومباوندز. زين، لهذا احنا اعتبرناه له هواي فوائد. زين، لان كل كيميكال كومباوند راح يكون له فد وظيفه معينه داخل هذا الدواء. زين، فلهذا دائما من نستعمل احنا البلانت هذني راح يكون لهم اكثر من وظيفه، مو بس وظيفه واحده، لان يحتوي على مجموعه من الادويه. وطبعا هذا الشيء ممكن يكون مضر يعني اكثر مما هو فائده، لان انت كل ما تكثر الادويه اللي قاعد تستعملها كل ما الاعراض الجانبيه ممكن تظهر على البيشنت مالتك. زين، لان كل كيميكال كومباوند له اعراض جانبيه مختلفه. زين، فهذا الشيء يعني هم الى مضار، يعني ممكن الاثار الجانبيه ما تكون كلش مؤثره على المريض، ممكن هالادفيرس افكت او الاثار الجانبيه تمنعنا من ان نستعمل هذا النبات. فلهذا هي هم تعتبر فشي سلبي يعني مو بس ايجابي. اوكي، زين، the isolation of chemical definition of plant constituent is a bordering area of phytotherapy. زين، يقول لك الايزوليشن مالت هال الكيميكال كومباوندز، زين، من النباتات يعتبر فشي حدودي بالفايتوثيرابي، يعني فشي كلش مهم. اوكي، انت حتى تدخل للفايتوثيرابي، انت تخيل الفايتوثيرابي هو دولة. زين، فانت اذا تريد تدخل هالدولة لازم شنو تسوي؟ اول شيء تخترق حدودها. زين، فحدود دولة الفايتوثيرابي هو الايزوليشن مال كيميكال كومباوند. زين، احنا لازم اول شيء نسحب الكيميكال كومباوندز من هاي النباتات، يلا بعدها راح نقدر احنا ندخل وين؟ بدولة الفايتوثيرابي ونستخدم ذني الحدود اللي فصلناها. زين، او ذني يعني الكومباوند اللي فصلناها بعلاج المريض. زين، لهذا يا شباب ان الايزوليشن يعتبر هو الحدود مال دولة الفايتوثيرابي. زين، The science of herbal medicine، علم الطب الطبيعي نقدر نقول. زين، او علم طب النباتات. هذا العلم شنو يشمل لنا؟ شنو يدرس؟ يدرس الفايتوكيمستري، يعني يدرس الكيمستري، الكيمياء مالت الكومباوندز، المواد اللي موجوده داخل البلانت. يدرس الفايتوفارماسي، يدرس النباتات اللي بالصيدليه ايش راح يسوي بها الصيدلاني. زين، شو راح يحضرها الصيدلاني؟ شو راح يحضر بعض المستحضرات اللي هي تعتبر طبيعيه داخل الصيدليه من النباتات هاي اللي عنده. زين، همات الفايتوفارماكولوجي، ندرس همات الفارماكولوجي مالت هاي النباتات. زين، وندرس همات الفايتوثيرابي مالتهم الى
اي مرض نقدر نستعمل ذني البلانتس حتى نعالجه. زين، فهسه نجي اول شيء فايتوكيمستري. فايتوكيمستري is the study of chemical in plants. Its objective to identify the chemical composition in plants and to identify plant specific chemical features, fingerprinting, and to describe constituent with effect that may be of interest. زين، for pharmacology. ايش يقول هنا؟ يقول يا شبابنا، علم الفايتوكيمستري هو ذلك العلم الذي يدرس المواد الكيميائية في النباتات. زين، لحد الآن احنا متفقين. زين، بعد شنو المميز بهذا العلم؟ هذا من اقول لك يدرس الكيميكال كومباوند، من يدرس الكيمياء، يعني شنو معناته؟ يعني يدرس يحاول يعرف شنو الكومباوند اللي موجوده بالنبات هذا. بعد ما عرفن، انت عرفت انه فلان والله عندك مثلا فينال الانين، عندك والله مثلا ابنفرين، عندك افدرين، نور افدرين، سيدو افدرين، عندك كونين، اوكي؟ كولجيسين، كوانين، المهم. فانت المهم عرفت شنو الكومباوند اللي عندك، يعني انت هسه شو استفاد؟ استفاد اي شيء؟ لا، فراح تكمل دراستك انت انه تعرف شنو البروبرتيز مالته، شنو الخصائص مالته، شنو الميلتنج بوينت مالته، البويلنج بوينت، الموليكيولر ويت، المدري ايش المدري ايش. اوكي، صارت انت هسه معلومات كافيه عندك عنه فيزيائيه وكيميائيه. زين، هسه شنو تحتاج بعد؟ تريد هسه تعرف له على مود يا امراض نقدر نستعمل هذا الدواء. انت بعد ما عرفت خواصه هذا المركب، المفروض تعرف انه هذا الى اي مرض ممكن استعمله. المفروض انت تعرف هالشيء لان انت عرفت خواص الكومباوند، فهسه انت ممكن تعرف الى اي مرض ممكن تستعمل هذا النبات. زين، فهو هذا الفايتوكيمستري، هاي فايت، يعني انا اعطيتكم الفايده مالته. زين، هو باختصار شديد مثل ما قلنا يدرس فقط الكيمستري مالت الكومباوند، بس انت من تعرف الكيمستري مالت المركب راح تعرف هواي شغلات ثانيه مثل الفارماكولوجي، الافكت، الايزوليشن شلون يصير هالكومباوند، هواي شغلات حتعرف عنه، الابزوربشن مالته شلون يصير، يعني حتعرف الفارماكوكاينتيك والفارماكوديناميك مالت الكومباوند بس عن طريق الكيمستري مالته. فالكيمستري تعتبر كلش 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 مهمه. زين، فايتو فارماسي يعني صيدليه النباتات. زين، فهنا انت هسه عندك نباتات بالصيدليه، اوكي، ايش راح يسوي هالنباتات انت؟ او الفايتوفارمس ايش راح يدرس عليها؟ راح يدرس انت شو راح تحضر ذني النباتات بالصيدليه، اوكي؟ هل راح تخليهم بشكل ناتشرال، يعني مثل ما هن بشكل ناتشرال تاخذه وتعطيه البيشنت؟ زين، لو راح تسوي شوي موديفيكيشن على السالفه، راح شوي تلعب وتعطيه البيشنت بيه، يعني انا اقصد من تلعب، انا اقصد انه راح يسوي بشكل بريبريشن، هل حسوي بشكل مستحضر؟ اوكي، يعني انت من اخذت النبات ما اعطيته بشكل الطبيعي، لا، انما سويت منه مستحضر صيدلاني، سويت من مثلا منه فد خلينا نقول مشروب، اوكي، سويت منه مشروب او سويت منه تابلتس. زين، هذا البلانت ما اعطيته بشكل الناتشرال الطبيعي، ما اعطيته بشكل ورقه او ما ادري ايش، لا، اعطيته للبيشنت مالتك بشكل بريبريشن، مثل ما قلنا شراب، حبايه، كبسوله. زين، بشكل فارماسيتيكال بريبريشن. فالفايتو فارماسي يا شبابنا راح يجي يدرس انت شلون راح تحضر هالادويه، هل حتحضرهن بشكلهن ناتشرال او حتحضرهن ببريبريشنز. زين، فمو من الامثله اللي ممكن نحضرها بشكلها الناتشرال تي، طبعا الشاي هم له فوائد طبيه. زين، بتجنبي ماده الكافيين اللي يزيد من تركيز الشخص، اوكي، او ممكن المريض ياخذ الدواء هذا طبيعي بشكل مستحضر مثل التنكتشر، التنكتشر كمثال عليها. زين، اخر شيء طبعا عندنا الفايتو فارماكولوجي. الفايت بنسمه فارتو فارماكولوجي، يعني الفارماكولوجي مالت النباتات. زين، فاحنا هنا راح نعرف من اسمه حنعرف الفارماكولوجي مالت النباتات، يعني حنعرف فارماكو دايناميك، الفارماكو كاينتيك. زين، مالت النباتات، وهذا الشيء اللي راح يدرسه الفايتو فارماكولوجي. زين، طبعا دراسة الفايتوفارماكولوجي، معرفة الفارماكولوجي مالت الدراك ذين الموجودة بالنباتات،
هو شيء مو سهل، انما شيء صعب، يعني صعب انه نفهم شنو فائدة الدرجات الذنية، يعني الفارماكوكاينتيك والفارماكوديناميك مال هالدرجات اللي ناخذها من النباتات. هو شيء يعني مو سهل وصعب، يعني بحيث هواي ناس من الفارماكولوجيست، يعني هم ذول جماعة الفارماكولوجي، اوكي، اللي دي يحاولون يشوفون الكيميكال كومباوندز هاي الموجودة بالنباتات، يشوفون الافكتات مالتها. يعني ذول كل واحد منهم ذول واجه صعوبة يلا قدر يحدد الفارماكوكاينتيك والكوديناميك زين مالت ذن الدرجات بصعوبة قدر. يعني الأمر هذا مو سهل، يعني بحيث حتى المختصين نفسهم يعني بصعوبة يلا قدروا يعرفون الفارماكوكاينتيك أو الفارماكوديناميك مالت فلان بلانت زين. فهذا الشيء أبدا مو سهل، يعني يحتاج لواحد مختص، وحتى المختص راح يواجه صعوبة الأمر زين. نجي هسه على ايش وقت نستعمل احنا الهيربال دراكس. طبعا الانديكيشن هي دواعي الاستعمال، اوكي، من تشوف هاي الكلمة يعني ايش وقت دواعي الاستعمال او ايش وقت نستعمل هذا الدواء او هذا الهيرب بول زين. فنستعملها بالحالة ان الهيربال دراج هو الخيار الوحيد يعني للعلاج، ماكو سينثيتيك كومباوند، ماكو مركبات صناعية يعني بديل لهالمركب، اوكي. هذا المركب يوجد فقط في الشكل الطبيعي، وانا هذا المركب اريده زين، فحضر اعطي البيشنت مالتي هيربل زين. فمثلا بامراض الليفر لاحظ هالشي موجود، بامراض القلب اللي هو خاصة مرض سينول، تقدر تشوف مرض سينول بالجوجل، يعني تقريبا هو يقول لك تترسب الالياف مالت الخلايا المايوكارديوم، خلايا القلب العضلية تترسب بها فد مواد زين اللي هي ألياف، يعني تترسب بها، فنتيجة الترسب الخلايا العضلية مالت القلب راح تفقد وظيفتها، بالتالي ما راح يصير كونتراكشن بالقلب، وممكن يصير عندنا يعني هيرت فيلير، فشل القلب. بروستاتيك أدينوما، حالة البروستاتيك أدينوما يعني بروستاتيك أدينوما يعني سرطان بالبروستات زين، غدة البروستات زين. الحالة الثانية يقول لك هنا أنا الهيربال دراجز كان بيوز اس الترناتيف تو سينثيتيك دراجز، ممكن احنا نستعمل هيربال دراج كبديل للسينثيتيك. شفنا انه يا بس هذا الناتشرال دراج يعني له سايد افكت او ادفيرس افكت اقل او ما له ادفيرس افكت اصلا زين، فراح افضل انا طبعا استعمل الطبيعي بدلا من الصناعي، لان الصناعي ممكن تكون بي ادفيرس افكت، طبيعي هم بي، بس مرات يكون احسن من الصناعي. فبديش الحالات انا افضل استعمل الطبيعي كبديل هذا المركب المصنع. بها حالات هاي عندنا مثلا عندنا ريست لسنس، رياكتيف ديبريشن، نون السر ريليتد ديسبيبسيا، ان سبيسيفيك يوريناري تراكت انفكشنز زين. فبين الحالات يفضل انه نستعمل هيربال دراكس. بالحاله الثالثه اذا قلت لك انه انا الهيربال دراج كان بيوز اس ان ادجسنت تو انذر بيسك ثيرابي، هنا انا اللي يقول ليش يا ابوي انه احنا نقدر نستعمل بنفس الوقت علاج صناعي وعلاج طبي، اثنينات ممكن نستعملهن لعلاج مرض معين زين. فبالحالة احنا ممكن نستعمل يعني الهربال دراج، احنا بنريد يعني نستعمل دواء طبيعي ويا دواء صناعي حتى نعالج فد مرض معين، فممكن بهالحالة انه نستعمل هيربال زين. فمثلا بعلاج الليفر ممكن نسوي هالشي ايضا بالجهاز التنفسي، بمرض الجهاز التنفسي او الريسبيراتوري تراكت ديزيز زين. الحالة الرابعة والاخيرة اللي يقول لك هنا انه مرات صراحة يكون اليوز مال هالدراجز اللي هي الهيربل النسيسري غير ضروري اور كونترا انديكيتد، يعني ما ينصح بإعطائه زين. ليش ما ينصح بإعطائه؟ اعطيكم تفسير، ممكن هذا العلاج الطبيعي يعني ممكن له ادفيرس افكت عالية زين، الا هو من الادفيرس افكت، او ممكن يتداخل ويا دواء ثاني، فانت بهالحاله
ما راح تعطيها الدرج بسبب تأثيراته السلبية. وحتى كاتبها because they impede the synthetic drugs. Impede يعني يعيقن، يعيقن ال synthetic drugs العلاجات المصنعة، يعني ما يخليها يشتغل بشكل صحيح. زين طبعا اكو شغله سخيفه يعني مصدقين بيها الناس، هواي ناس مصدقين بيها، وهي منتشره على هذا العلم مات العلاج النباتي. يقول لك يابا العلاج النباتي هو هذا العلاج اللي تستعمله ما له ادفيرس افكت، اي اخذ اكل نبات اكل ما ادري ايش ترى ما بهن ادفيرس افكت. تساله ليش ما بهن والله ادفيرس افكت، يقول لك يابا هي الفن الدرج هو النبات دي يصنع، من دي يصنعهن؟ الخلايا نفسهن. زين خلايا النبات هذه يقول لك هي تصنع ذني الدرجات، يقول لك اذا الخلايا هنا نفس الخلايا مالت الانسان. زين فمنطقيا يعني ذني الدرجات ما يكون سامات، فلا حبيبي ممكن يكون سامات. زين ليه تخلي بالك انت من قاعد تطي الانسان، ممكن تطي انت هذا الدواء الانسان مريض، ممكن انت تطي الانسان عنده مشكله، ممكن تطي انت الانسان حتى طبيعي ويصير عنده ادفيرس افكت. زين فلا النباتات الطبيعية هم لها ادفيرس افكت. زين وتعتمد طبعا على الفسة جمالتك انت يعني حالتك الصحية وامور ثانية طبعا. فمثل ما قلنا يعني انه السخيف انه احنا نظن ان النباتات يعني ما لها ادفيرس افكت، لا لها ادفيرس افكت. زين واحد الناس قال يعني اذا انت اعتبرت انه الدرجات النباتية ما لها افكت، فمعناتها انت ذا الدرجات اللي قاعد تستعملها اصلا ما لها اي تاثير، منطول هي ما لها ادفيرس افكت، تاثيرات جانبيه، فمعناتها هي ما لها افكت. زين الدواء من يصير له تاثير معين اكيد لازم له تاثيرات جانبيه، ماكو دواء خالي من التاثيرات الجانبيه. الا بحاله انه هذا الدواء اصلا ما له اي تاثير، يلا بديش الحاله راح يكون شنو ما بي اي ادفيرس افكت. فلا بين الكيميكالز اللي نستعملها من النباتات، اوكي المواد النصاصة من النباتات إلها تأثيرات جانبية، وأثبت هذا الشيء حديثا بعلم الفارماكوجنوسي بالفارماكولوجي بالتوكسيكولوجي، ذن العلوم كلها أثبت إنه ماكو دراج فعليا، ركز على الكلمة فعليا، خالي من السايد افكت. لازم تلقى لك دراج دراجين بيفد سايد افكت يا أخي، مو ايش السالفة عاد شوية سايد افكت، لازم سايد افكت يا أخي، لازم قوة هي لازم سايد افكت. زين فسخافة انا مش بصراحة مصدق بهالشيء انه النباتات الطبيعية ما لها اي سايد افكت، بس لا هو طلع بالعكس، النباتات الطبيعية لها سايد افكت، ممكن حتى الادراجات اللي تستخرجها من الانسان هم يكون لها سايد افكت. زين فرون هسه نجي على هذا عمو جواسم، عمو فرون سنة 1990 اللي مواليد الناس هواي يحبوها، المهم ما لنا علاقة سنة بهالسنة المميزة. هذا العالم كتب فد مقالة أو ريفيو مراجعة أو فد تقرير إنه بعض المخاطر اللي ممكن تصير من إعطاء الدرجات اللي ناخذها من النبات. فهذا التقرير مالته طبعا صراحة ما موجود بهالملزمة، موجود بسنة 1990 إذا تحبون ترجعون بالزمن وتشوفونها. باختصار يعني هذا صراحة يعني ما له أهمية، هذا كل اللي حكيناه من this statement إلى فرون مو مهم، المهم إنه نعرف شنو إنه الدرجات النباتية لها سايد افكت. أوكي خاف يجي ام سي كيو ذن الدرجات اللي مصدرهن طبيعي لها سايد افكت مو مالهن، خلوا ببالكم هالمعلومة جدا مهمة. هسه هذا كله خريطة اللي شرحناها احنا ما بأي شيء مهم. زين بس من نشوف نقاطها كلش مهمة. زين هي distinguish for categories. عم فرون يعني قدر يعني يبين ان فد معلومات بالتقرير مالته، هو مو قال الدرجات يعني لها سايد افكت، فيلا بين لنا شلون الدرجات لها سايد افكت. ففي التقرير مالته قال انه الهربال دراجز اللي تحتوي على اكتف انجريدينت ممكن يعني تسوي لك مجموعه من السايد افكت او الانديزيربل افكت، تاثيرات غير مراده غير مرغوب بها. شو وقت تصير؟ خلي بالك خليها بين قوسين، شو وقت تصير هاي الانديزيربل افكت؟ وين اوفر دوزد كرونيكالي. زين اوفر دوزد كرونيكالي يوزد، زين من تعطي تجرع البيشنت بشكل كلش عالي يعني اوفر، كلش اوفر التجرعه.
اكيد حيصير له سايد افكت. يعني افكر بها بالعقل، انت اي شيء تطيل للبيشنت مالتك بكميه عاليه، يعني حتى لو مو دواء، انت تخيل واحد ياكل هواي يشرب هواي مي، اكيد يصير له فد انديزيربل افكت. فمو بس بالادويه تنطبق هالقاعده، او يقول بالحاله الثانيه كرونيكالي يوزد. كرونيكالي معناته بشكل مزمن، يعني خلينا نقول اشهر مستمر على دراج، او اسابيع او ايام، او يعني مهم مستمر على العلاج مالته لفتره طويله. هذا الشيء ممكن يسوي عنده سايد افكت. النقطه الاخرى تقول لك انه بالهيربال دراجز زين with ان substantiated. شنو هاي ان substantiated؟ يعني مالت الافكت غير مثبت. اوكي، من اقول لك ان substantiated افكت معناته التاثير مال هذا الدراج الهيربال غير مثبت علميا. يعني انت شفت مواصفات الدراج هذا، جربته مثلا على فاره او على قرد او على مدري منو، قلت والله هذا له هيك افكت، بس انت ما اثبتت هالشيء على الانسان. فلهذا هذا ممكن يكون له فت سايد افكت، فت تاثيرات جانبيه، اشياء مو حلوه ممكن يعني تكون ب هذا الدراج زين. او كونترافيرسال افكت. كونترافيرسال افكت يعني افعال متعاكسه، يعني بنفس الوقت يسوي لك مثلا زياده بالضغط، وممكن بعدين يسوي لك نقصان بالضغط. فوات ذا فك، ليش التاثيرات المتعاكسه؟ ليش التناقض بالدرج هذا؟ زين، فمعناته ممكن يعني يكون له مضار هذا. من طول الى تاثيرات متعاكسه ممكن يشيل لك ادفيرس افكت او انديزيربل افكت. زين، هم ما اقول لك اكو يعني درجات اثبت عليهن اصلا انه الهن انديزيربل افكت. النقطة الأخ، herbal drugs with a potential for dangerous side effect due to the presence of indefinable additional constituent. زين، يقول لك من أنت ما تعرف شنو المركبات اللي موجودة أصلا ويا الدراج مالتك. زين، إذا أنت تجيب هسه herbal تسوي له مثلا مستحضر، بس أنت ما تعرف شنو المركبات الأخرى الموجودة ويا الدراج الأساسي مالتك. زين، فممكن بسبب ذن الاديشنال كومباوندز او الاديشنال كونستيوينتس زين تسوي لك فت سايد افكت من تاخذ هذا الهيربل. اوكي، ف يعني هاي السبب الاخر ليش ذن الدرجات الهيربل ممكن تكون سامه او هي ادفيرس افكت. ف شنو الشيء اللي سووه؟ يعني هو حتى يقول لك انه حتى الدرجات اللي بيها هواي يعني كومبوننت هواي كونستيتوينت زين، يعني تخيل انت تعطي هيربل بيشنت بي 5 درجات بي 10 درجات بي، يعني من اقول لك درج، كل درج هو عباره عن كيميكال كومبوننت. يعني من اقول لك 10 درجات اقصد 10 كيميكال كومباوندز، 10 مركبات كيميائيه طلعت للبيشنت مالتك. زين، فهل تتوقع انه يصير عنده ادفيرس افكت؟ طبعا تتوقع يصير عنده ادفيرس افكت. فمن نستعمل كومباوندز بشكل ميكستشر خليط، ممكن يصير عند البيشنت ادفيرس افكت. فشنو ممكن يسبب هالحاله؟ طبعا لاحظوا انه اغلب هالادويه اللي هي تسوي هذا الادفيرس افكت، هذا الخليط مع الادويه اللي يسوي ادفيرس افكت اختفى. اوكي، المودرن ميديسن اختفى، او نستعملهن بالفورم اللي كلهم بي ايزوليتد، يعني ما نستعمل بشكل ميكستشر، نستعملهن بوحدهن. اوكي، نسوي لهن ايزوليشن حتى نحضرهن بوحدهن، ما نحضرهن ويا خليط من الكومباوند. يعني من يصير عندنا خليط من الكومباوند راح يصير عندنا ادفيرس افكت كلش قوي. ممكن من بوحدهن الادفيرس افكت يكون يعني موجود هو بس قليل، او يمكن غير موجود، بس من تستعمل انت اكثر من ماده وتعطيها البيشنت، يعني كل كيميكال راح يكون له فت ادفيرس افكت. اضافه لهذا خلي بالك الانتراكشن اللي يصير ممكن بين الادويه، فاحتمالية ان هذا الهربل راح يكون توكسيك هي اكثر من تعطيها بشكل ميكستشر. زين، فممكن يجي كام سكيو، احنا نفضل نعطي الهربل بشكل ميكستشر لو ايزوليتد كونستيتيوت. طبعا نفضل نعطيها بشكل ايزوليتد، يعني الميكستشر مثل ما قلنا ممكن يكون له ادفيرس افكت، فلهذا يفضل تعطيها ايزوليتد. زين، فست حصلت الدراج من الميديسينال بلانت مالتك، من البلانت الطبي. انت هسه كدكتور تريد تسوي وصفه، فهالوصفه مالتك يا اما تكون individual
يعني حتحتوي على دراج واحد فقط زين، او هالماتك الوصفة حتكون عبارة عن كومبينيشن، خليط من الدراجات، خليط من الكومبوننت زين. ولو هذا الشيء يقول لك هو مو من الحكمة تسويه زين، لازم يعني علق بالزايد الوصفة مالتك تحتوي 3 كومبوننت. اذا اردت تسوي كومبينيشن، هو يفضل اصلا تسوي انديفيدوال تعطي الدراج بوحده، ما يفضل انه نعطي كومبينيشن ممكن يسوي لك ادفيرس افكت، ممكن يسوي لك دراج انتراكشن، فليش تدخل نفسك بهالدوخه؟ سوي له وصفه انديفيدوال، اوكي وصفه مفرده، ليش تسوي لك كومبينيشن؟ الله بعض الحالات نحتاج الكومبينيشن، فلا بحاله الكومبينيشن نحتاج نعرف بعض الامور الثانيه بعدين راح نتكلم عنها زين. بس بشكل عام دائما نفضل انديفيدوال، الانديفيدوال لان مثل ما قلنا كومبوننت واحد ما بي ادفيرس افكت، بس من كومبينيشن يعني هواي ادفيرس افكت. وايضا مثل ما قلنا النقطه المهمه اللي ممكن تجي ام سي كيو، انه ما نستعمل اكثر من 3 كومبوننت من نحضر هذا الميكستشر، اوكي نريد نحضر ميكستشر اوف كومبوننت، ما نستعمل اكثر من 3 درجات، هذا ام سي كيو مهم زين. فكدليل ممكن نقدر نعتمد عليه زين، انه شو وقت نسوي كومبينيشن وشو وقت ما نسوي، راح نعتمد على ذن النقاط الاربعه. اولا the use of component with identical different point of attack led to additive synergistic effect. هنا انا اقول اذا كان ذن الدرجات اللي نريد نستعملهن لهن نفس التاثير، اضافه الى نفس التاثير الريسبتر اللي اثر عليها مختلف، اوكي هنا انا point of attacks نقاط الهجوم يقصد يعني الريسبتر اللي راح يدخل عليه الدرج. فاذا اذا الدرجات يا شبابنا مثل ما قلنا مختلفات، وايضا قلنا لهن نفس التاثير، اوكي اضافه الى هذا انه كل واحد يعني اثر على ريسبتر معين، مثلا اكو واحد ياثر على الدوبامين ريسبتر، اكو واحد ياثر على الالفا 1 ريسبتر، اكو واحد ياثر على المسكرانيك 1 ريسبتر، اوكي شبابنا. فبما انه كلهم لهم نفس التاثير واثر على ريسبترات مختلفه، اذا انا اقدر استعمل، لان هذا حيسوي لي سينيرجستيك افكت. من اقول سينيرجستيك افكت يعني تاثير اضافي على الدراج مالتي، يعني حيزيد لي من قوه الدراج مالتي. يعني مثلا اذا كان انا عندي دواء هو انتي سبازموتيك مضاد تشنجات، اوكي فاذا استعملته ويا دراج اخر هم انتي سبازموتيك بس يهجم على غير الريسبترات زين، هذا الشيء راح يؤدي الى تقويه الانتي سبازموتيك افكت زين، احسن مما استعمل دراج واحد يسوي الانتي سبازموتيك، استعمل اثنين يسوي الانتي سبازموتيك ويشتغل على ريسبترات مختلفه، راح يزداد التاثير هنا مال الانتي سبازموتيك. فهنا هذا هو المقصود بالسينرجيستيك، سينرجيستيك افكت زين. The combination led to super additive effect of the combination compared to that of the individual component. يعني مثل ما حكينا قبل شوي هاي النقطه الثانيه هي نفس النقطه الاولى، يقول ان هذا من الكومبينيشن يسوي لنا تقويه التاثير مالت العلاج مالتنا، مثل ما نريد احنا نسوي انتي سبازموتيك زين، ممكن احنا نسوي كومبينيشن زين حتى نزيد من هذا التاثير مالت الانتي سبازموتيك مضاد التشنجات زين، لان تاثير الخليط دائما يكون اقوى من تاثير الكومبوننت واحد. هاي شو وقت اذا كانوا كلهم لهم نفس التاثير ويأثرن على غير الريسبترات، لان اذا يأثرن على نفس الريسبتر فممكن هنا يشتغلن، اذا تذكرون بالفارما اخذناها partial agonist، اوكي ممكن يصير partial agonist يعني حرفيا ممكن يصير antagonist، ممكن يصير عندنا، فاحنا ما نريد هالشيء يعني. الله درجات لازم تكون لها synergetic effect، يلا نعود نقدر نسوي لها combination زين. وهم لازم نخلي بالنا مو بس synergetic side effect ايضا او adverse effect زين. The combination lead to reduction or elimination of undesirable effect of individual components. زين. هنا أنا يقول لك مرات الخليط شنو يسوي لك؟ الخليط إذا تستعمله يقول لك راح يقلل أو يزيل ال undesirable effect. زين؟ اللي ما تريده أنت. شلون يعني مثلا؟ يعني خلينا نعطي مثلا افيدرين. الافيدرين يستعملونه كبرونكو دايليتر، يعني جماعه الاسثما الربو ذولي يعطوهم دائما افيدرين زين. ليش يعطوهم افيدرين؟
اوكي يعني خلينا نقول مثل ما قلنا، هو عندهم لان هو يسوي برانكو دايليشن، اوكي، فبالتالي يطج جماعة الاسثمة. بس نعطيه خلينا نقول مثلا ذول جماعة الاسثمة ب10 غرام، زين، فهال10 غرام كمية عالية راح تسوي لي فد ادفيرس افكت. زين، انا هذا الافيدرين ليش استعمله بوحده؟ خل استعمله ويا مثلا فنلفرين، اوكي، استعمل افيدرين وفنلفرين، او مثلا استعمل نور ابنفرين، زين، استعمل هذا الخليط، اوكي. فالمهم راح استعمل افيدرين خلينا نقول، وايضا ويا الفنلفرين، ذن الاثنين يسوون برونكو دايليشن. فهنا أنا هل راح استعمل نفس كمية الافيدرين؟ لا طبعا، راح استعملها خلينا نقول مثلا 7 غرام وذاك 3 غرام. فبما انه قلت الكميه، فهنا السايد افكت مالت الافيدرين ايش بيها؟ راح تقل، زين، السايد افكت مالته راح تقل، وممكن اصلا تنزال نهائيا، اوكي. فهاي احد فوائد الخليط. The combination led to simplification of therapy of or safety. طبعا الكومبينيشن يؤدي الى تسهيل العلاج، وايضا السيفتي مثل ما حكينا ممكن يخلي العلاج امن بانه يسوي ريدكشن او يقللنا من السايد افكت او يتخلص منها من السايد افكت. زين، احنا كنا نحكي هسه قبل شوي نقول الكومبينيشن يسوي سينرجيتك افكت، والله الكومبينيشن يقلل من الاليمينيشن او يسوي اليمينيشن للسايد افكت وما ادري ايش، ولا وصلنا ساعه نلغي كومبينيشن ولا يجي فايده يسلك سينرجيتك افكت. بس احنا مثل ما قلنا، هذا ممكن الا تكون اشياء مضره بنفس الوقت، ممكن تكون الا اشياء سلبيه، ممكن اكو دراج انتراكشن، دراج دراج انتراكشن، زين. فمثلا ممكن نشربنا اولا يكون عندنا فارماكو كاينتيك اور فارماكو دايناميك انتراكشن، يعني هنا ندرك ذن هذا الكومبينيشن راح ياثر يا اما على الفارماكوكاينتيك، يعني الابسوربشن مالت الدراج، الديستريبيوشن مالت الاليمينيشن، او ياثر على الفارماكوديناميك، ياثر على تاثير الدراج الافكت مالته، زين. فبالحاله احنا لازم نخلي هذا التاثير بان، اذا كان هذا التاثير يعني كلش عالي فممكن احنا ما نستعمل هالكومبينيشن، زين. بالحالة الثانية ان ممكن بسبب هذا الفارماكو كاينتيك الهالف لايف مالت الدراج مالتي بدا يقل، او الديوريشن اوف افكت مالت الدراج بدات تقل، زين، او بدات تزداد. اذا بدات تقل انا عندي الهالف لايف او تزداد، ممكن انا ما استعمله بالحالتين، اذا قلت واذا زادت، لان انت ما تريد ممكن مرات يعني ديوريشن اوف اكشن عالية فترة طويلة كلش هواية، لا انت ما تريده كلش، ولا تريده بسرعة يعني الدراج يعني يطلع برا الجسم، تريد يعني حالة وسطية، زين، لا هو اللي باقي بالجسم ولا هو اللي طالع منه بسرعة، انما حالة وسطية، زين. فهالامور لازم احنا نخليها ببالنا، زين، تأثير الفارماكوكاينتيك والفارماكوديناميك، زين. اذا كان مثلا تأثيره سلبي على الفارماكوكاينتيك ممكن احنا ما نستعمل هالكومبينيشن، اذا كان يعني كلش تاثير سلبي، اوكي. همات الشغله لازم نخليها ببالنا، زين، الهالف لايف مالت الدراج مالتي قبل وبعد الكومبينيشن، هل زاد او قل، زين، هم لازم اخلي هالامور ببالي حتى اعرف اذا اقدر انا استعمل هذا الكومبينيشن او لا، زين. النقطه الثالثه، if a component added to prevent abuse causes a placenta effect.